السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد، اليوم جايب لكم فيديو بالونات المي ضد النار. هنشوف هل بالون المي بيقدر يتحمل حرارة النار ولا حيفقع. خلينا نشوف. أول شي هنسويه هنجيب شمعة ونجيب دحى ولا شمعة، طبعا شمعة أحسن عشان حيطول، احتمال تطول. ما ندورها، خلينا نشوف شو بس نبلش من هون. شايفين عم بتصير لون اسود بس بعد ما فقع. بعده صار احمر كثير بس بعده ما فقع. مش هيفقع. شحبر على الأخير وبعد ما فقع. هل راح يفقع إذا خلينا هيك؟ شي مريح. شايفين بعد ما فقع شحبر بس بعد ما فقع. نجرب بعد آخر مرة. ظاهر ما حيفقع ضد المي، بس تنتبهوا تشحبروا. بتغسل دغري زي ما انتم شايفين الشحبار بتغسل دغري، بوقت بصير برجع للونه الطبيعي بعد ما تغسلوا الشحبار زي ما انتم شايفين. رجعنا زي ما انتم شايفين، هذا هو البالون ما فقع وقدر للنار، طلع البالون اقوى من النار، طلع البالون اقوى من النار. ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، لايك سبسكرايب كومنت شير اذا عجبكم كتير، وما تنسوا تشوفوا الفيديوهات التانيين. ان شاء الله حيكون في فيديو جديد كل يوم الجمعة واحد، استنونا. نختم الكلام بسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We live in a house of two rooms and a kitchen and a bathroom. But that didn't stop me from going on to achieve my dream.